اليوم محاضرتنا الرئيسية اللي هي Clinical Technique for Class 1 Amalgam Restoration. كانت المحاضرات اللي قبلها بالنسبة للـ Sterilization والهاند والدنتال انسترومنتس مقدمة بسيطة لهذه المحاضرة الرئيسية اللي هي Clinical Technique for Class 1 Amalgam Restoration. Class 1 مثل ما شرحت لكم بالمحاضرة الأولى refer to restoration on occlusal surface of posterior teeth. يعني شكو caries بالocclusal surface مال posterior teeth not extend to the margins mesial or distal margins can refer to class 1. The occlusal two-thirds of facial and lingual surface of posterior teeth. Occlusal two-thirds of facial or buccal and lingual surface of posterior teeth. The lingual surface of anterior teeth. Lingual or palatal surface of anterior teeth. يعني راح تشوفون class 1 بالocclusal surface مال posterior teeth. وبالاوكلوزال تو ثيرد من البوكال اور اللينجوال سيرفيس مال البوستيرير تيث ايضا وراح اشوفوه بالانتيرير تيث. الانتيرير تيث وين راح اشوفوه؟ باللينجوال اور بليثال سيرفيس. These lesions are clinically characterized by مميزات هذا الليجن او الكاريز راح يكون اول شيء small surface opening which may remain unnoticed until the lesion become of considerable size. يعني راح يبدي على شكل نقطة صغيرة، نقطة سوداء صغيرة أو براون، ما راح يكون عندك واضح لحد ما يصير of considerable size. اثنين، a conical spread in both enamel and dentine with the bases of cones at the amylodentinal junction. راح يكون على شكل مخروطي. قمة الهرم راح تكون على الانامل سيرفيس والقاعدة مال الهرم او مال الكون راح تكون على الاميلودنتينال جنكشن، المنطقة اللي تربط بين الانامل والدنتين. Principle of class 1 cavity preparation. أول شيء عندنا البرنسبل الأساسية شلون تحضر class 1 cavity preparation. أول شيء نسميها outline form، طبعا راح يكون smooth regular curve. Angular irregularities in the outline are susceptible to fracture. ما نخلي أي angle بالoutline الخارجي لأن راح تكون susceptible to fracture during mastication أو condensing أثناء الفلنج. ثانياً الـ smooth flowing outline، الانحناءات الـ smooth بالـ outline راح تخلينا نقدر نشوف الـ cavity ونشوف الكيرفات الموجودة داخل الـ cavity أثناء الـ condensation. Extensions conservation of the tooth structure is the basis for all cavity preparation. يعني نحاول قدر الامكان ناخذ النسن قل ما يمكن، ما نتوسع وناخذ النسن اشياء غير ضروريه. اوكي، نسميها conservation، تحفظ، نحفر النسن قدر الكاريز بس بالاوتلاين اللي انت تعرفه. طبعا بالاوتلاين احنا نسميها بالكلاس 1 كافيتي بريبريشن بالبوستيرير تيث بالكلوزر سيرفيس نسميها دوفتيل اوتلاين. دوفتيل الاندد نسميها دوفتيل، مثل ذيل الحمامه الحفاضات مالته راح يمتد عندنا بين الميزيال والديستال سايد with the curve
the buccal and lingual side مثل ما تشوفون هنا بالصورة. ان النهايات راح تكون مثل دوف دوف تيل مثل ذيل الحمامة وراح يمتد باتجاه البقل كيرف نسميها سموث فلوينج كيرف لحد ما يوصل للبقل سايد. وبالنسبة لللينجوال سايد كذلك. ومثل ما قلنا بنفس الوقت conservation of the tooth structure يعني ما نتوسع بالسن أكثر من الطبيعي، نحاول نحافظ على التوث ستراكشر. However, sufficient extension of the cavity perforation is necessary to ensure access. لازم عندنا sufficient extension يعني نحفر قدر الإمكان بحيث نقدر ندخل الأدوات مالتنا بداخل الكافيتي، يعني مو تحفر لي كافيتي صغير بحيث ما تقدر تخلي كوندنسر او تخلي البيرنشر بداخل الكافيتي، لا على قد الادوات اللي يتم ممكن تستخدمها اثناء الفلق. And for removal of the defective tooth يعني تحفر ايضا على قد الحد ما تقدر توصل للكاريز وتشيلها من الكافيتي من التوث. Extension caries and decalcification. Extension circumscribed لازم تتوسع بالكافيتي لحد ما تشيل كل الأولا الكاريز اند ديكالسيفيكيشن، تشيل الانسبورتد انامل لان هاي معرضة للكسر. الانسبورتد انامل اللي هي الحافات مال الانامل اللي ما تحتها دنتين ساود دنتين راح تكون هاي انسبورتد ورا ما تخلي الفلنك during chewing راح يعض عليه المريض راح تتكسر الحافات مال الانامل لان الانامل دائما بريتل. اوكي بت ان فوسا لازم توصل لحد البتس اللي موجوده بالتوث لان دائما يبدي من عند الكاريز. ميجر فيشرز اند جروفز اكزيستنج ريستوريشن اذا كان عندنا حشوه قديمه هم نشيلها اثناء الفلنج الجديده. يعني انت راح تتوسع بالكافيتي لحد ما تشيل كل الكاريز والديكالسيفيكيشن ستراكشر، وبنفس الوقت تشيل الانسبورتد انامل اللي ما تحتها دنتين ولحد ما توصل للبيتس اند فوسا اللي موجوده داخل التوث اللي بالكلوزال سيرفيس وتوصل للميجر فيجرز اند جروف. واذا كان اكو اكزيستنج ريستوريشن حشوه قديمه هم تشيلها وياك من تحفظ الكافيتي. Eliminate defective tooth structure and eliminate areas with an fissure which are susceptible to recurrent caries and facilitate oral hygiene procedure نسميها extension for prevention. يعني هاي المكانات اللي لازم توصلها اللي هي البتس والفيشرز هاي ممكن يصير بيها recurrent caries فلازم تحتويها وياك بالفلنك. اوكي Buccal and lingual extension. Extend fully in areas of buccal and lingual grooves to terminate on smooth surface. To allow a smooth tooth restoration margin to be created. Easier to finish and keep clean. من جهة البكال ومن جهة اللينجوال أيضا تتمدد حتى ما توصل للسموث أريا اللي موجودة بالتوث. Extended minimally in areas of triangular ridge. Optimal isthmus which is لازم quarter intercuspal distance or less. Terminate on smooth surface.
to preserve the strength and function of the cusp while eliminating susceptible growth or defective tooth structure. Must be wide enough to allow condensation. بالنسبة للبكال عند لينجوال كروف ندخل بيها لحد ما نوصل لسموث سيرفيس من الجهتين. اوكي، ولازم عندك الانتر كسبل دنستانس نحسبها. هذا الكسب وهذا الكسب. نحسب الكافيتي اللي عندنا هنا، لازم ربع المسافة بين الكسبات إذا كان ما عندك كاريز، بس إذا كان عندك كاريز لا تتوسع بيها أكثر. ميزيوديستال اكستنشن. Stop short of long of marginal ridge crest to preserve strength of the marginal ridge. من توصل لجهة الميزيال والديستال لازم تكون حذر، ما توصل للمارجنال كريست. أقل شيء عندنا thickness بالميزيال والديستال مارجنال ريج لازم أقل شيء 2 مليم على مود تحافظ على القوة مال المارجنال ريج، اللي هي وين؟ هسه راح أراويكم إياها. هنا عندنا الميزيال والديستال، هاي الميزيال مارجنال ريج، وهنا عندنا الديستال مارجنال ريج. من توصل لها لازم تخلي الثيكنس مال المارجنال ريج أقل شيء 2 مليم أو أكثر إذا كان ما بيها كاريز، لأن إذا أقل من 2 مليم راح تكون عرضة للكسر، فتكون حذر بجهة المارجنال ريج بالميزيال والديستال. Parallel the contour of the marginal ridge to preserve the uniform bulk strength to the marginal ridge. لازم الكونتور مالتها parallel من جهتين. Groove extension are kept narrow, mesially and distally, where possible, constant with excess of condensation and outline form, terminating on the smooth surface to preserve the strength of the cusp, while eliminating susceptible groove and defective tooth structure must be at least as wide as the narrowest condenser. طبعا هاي الأمور راح تكون واضحة من تشتغلون بالمختبر. بالشرح يعني بها مصطلحات غريبة عليكم أول مرة شو اسمعون بها، ما راح تقدر تتخيل الموضوع إلا أثناء الشغل. If marginal ridge is unsupported or very thin, it should be included. طبعا إذا كان عندك أكو كاريز بالمارجن ريج بالنسبة للميزيال والديستال سايد واضطريت إنه تحفرها ويقل الثيكنس مالتها عن 2 مليم، راح يتحول عندنا من كلاس 1 الى كلاس 2 بريبريشن. If not included, the marginal ridge may fail, amalgam will be stronger than the support and supported enamel. عندنا الاشياء المهمه اللي لازم تعرفوها. شلون نحصل ريزيستنس وريتينشن بكلاس 1 كافيتي بريبريشن؟ هاي من الاشياء اللي اركز عليها بالامتحان دائما واسال بيها بالشفوي. ريزيستنس اند ريتينشن فورم اوف كلاس 1 كافيتي بريبريشن. اول شيء عندنا الدبث، العمق مال الكافيتي لازم نص مليمتر اندنتين، ابروكسيميت 2 مليمتر، نص مليمتر اندنتين ابروكسيماتلي 2 مليمتر ميجرد ات ذا تراينجلر ريدج. Minimum depth is required to provide sufficient bulk to the prevent fracture and retain the amalgam. حفرنا الكافيتي، لازم نعرف أقل عمق ممكن يخلينا الأمالجم تكون قوية وما تنكسر. بالدنتين لازم أقل شيء نص مليمتر، أقل شيء، وأكثر شيء 2 مليمتر. اوكي، هاي داخل الدنتين مو بالانامل. Minimum depth is required to provide sufficient bulk to prevent fracture and retain the amalgam. البلبل فلور لازم يكون سموث
smooth and flat thickness of restorative material. Bulbal floor اللي هي الفلور مال الكافيتي مالتنا لازم يكون فلات. ويونيفورم ثيكنس يعني الثيكنس مالته من جهه الميزيال نفس الثيكنس من جهه الدستال ونفسه من جهه البوكال ونفسه من جهه اللينجوال. اوكي مو مثلا خلينا نقول من جهه الميزيال نقول نازلين 2 مليم ومن جهه الدستال 1.5، لا اذا 2 مليم من الجهتين العمق مال الكافيتي. اوكي عمود يوفر لنا smooth flat uniform thickness of the restorative material parallel to the occlusal plane. يعني تحدد ال occlusal plane مالتك ولازم يكون parallel لها ال floor مع ال cavity مستوى متوازي مع ال occlusal plane. أو بما معنى أوضح، إذا أنت وفرت thickness من الميزيال والدستال نفس الثيكنس مال الكافيتي ومن البكل والنجوال نفس الثيكنس، راح هو واحده يكون فلات بربل بلبل فلور اند بارلل تو ذا كلوزل بلين. ليش نخليه فلات وبارلل؟ انا مود ريزيست كلوزل ستريس ويوفر لنا ريزيستنس فورم اند فورس اوف كوندنسيشن مثل ما تشوفون هنا. عندنا فلات بلبل فلور مو سوينا راوند، هنا راوند، هنا فوس، هنا فلات. اوكي هنا راح يكون عندنا الانترنس داخل الكافيتي والدايركشن مال البير. اوكي بوكال اند لينجوال وولز، بوكال اند لينجوال وولز سموث اند كيرف ميزيو ديستالي سموث اند ستريت بلبو اوكلوزالي سموث اند كيرف ميزيو ديستالي. طبعا الوولز اللي بجهة اللينجوال وجهة البوكال لازم تكون سموث وكيرفت مثل ما قلناها فلو كيرف من جهة الدستل والميزيال. هسه راح اوريكم اياها بالصورة. هنا عندنا البوكال واللينجوال سموث ريجولار كيرف من جهة البوكال باتجاه الدستل او عكس الاتجاه باتجاه الميزيال. نفس القصة بالنسبة لللينجوال وول، لينجوال وول هاي الوول سموث كيرف باتجاه الميزيال والديستال سايد. سموث اند ستريت بلبو اوكلوزالي فاسيليتيت ادابتيشن اوف ذا امالجام اند ايميليشن اوف ذا ويك تو ستراكشر كونفيرج سلايتلي بلبو اوكلوزالي. كونفيرج انتبهوا على هاي النقطة، كونفيرج سلايتلي بلبو اكلوزال اندر ذا كاسب. لازم عندنا الكونفيرجنس من جهة البلبو اكلوزالي اللي هي اندر ذا كاسب لازم 6 ديجري. هاي نسميها الكونفيرجنس. مو واضحة؟ هاي الكونفيرجنس. شوف الدايركشن من جهة البوكال واللينجوال وول لازم تكون عندنا كونفيرجنس. طبعا اندر ذا كسب جو الكسبات عندنا 6 ديجري. هاي بس هاي الصورة بس على مود اوضح لكم شنو الكونفيرجنس وشنو الدايفيرجنس. هنا دايفيرجنس، هنا كونفيرجنس. الكونفيرجنس هاي الكونفيرجنس راح اراويكم المكان اللي لازم يكون بها 6 ديجري كونفيرجنس. هذا الكسب وهذا كسب وهذا كسب وهذا كسب.
جو الكسبات من جهة البوكال ومن جهة اللينجوال لازم عندنا كونفيرجنس بما يقارب 6 ديجري بهاي الاريا، بينما بالبوكال واللينجوال جروفز راح يكون عندنا لا عكس الكونفيرجنس اللي تحت البوكال اللي تحت الكاسب نسميها دايفيرجنس. دايفيرجنس ايضا بدرجة 6 ديجري. اوكي، تحت الكاسب راح يكون عندنا كونفيرجنس بما يقارب 6 ديجري، وبجهة اللينجوال والبوكال جروفز راح يكون عندنا دايفيرجنس بما يقارب 6 ديجري. شو الفرق بين الكونفيرجنس والدايفيرجنس؟ مثل ما تشوفون بهاي الصورة، هنا عندنا الكونفيرجنس اللي هي تحت القصبات، وهنا عندنا الدايفيرجنس اللي هي بالجروفات بالبوكال واللينجوال سايد. اهم نقطتين باللينجوال والبوكال وول هن النذني. ليش؟ لان هي راح توفر لنا الريزيستنس فورم بالكافيتي بربريشن. شنو الريزيستنس؟ يعني يعني انه الماتريال ما ممكن تطلع من الكافيتي. اوكي، الفلنج ماتريال من تخليها بداخل الكافيتي راح تحس ريزيست تو ليفرج فورس، ريزيست تو ريموفال فروم ذا كافيتي. ريزيستنس فورم از ذا شيب اوف ذا كافيتي تو ريزيست the removal of the filling material from the cavity. شلون نوفرها؟ نوفرها بهاي النقطتين الاساسيات اللي هي الكونفرجنس والدايفرجنس. اوكي، الكونفرجنس قلنا تحت الكسبات، والدايفرجنس بالجروفات. الدايفرجنس ايش راح يعطينا؟ protect the buccal and lingual surface from being undermined. undermined يعني معناها ما يصير تحتها unsupported enamel. mesial and distal wall smooth and straight facilitate adaptation of the amalgam and elimination of the weak tooth structure. جهة الميزال والدستال لازم يكون الوول مالتها smooth و straight. أنا بدي سهل لنا عملية الـ adaptation مال الأمالجام داخل الكافيتي. diverge slightly بلبو occlusally. عرفنا شنو divergence وشنو convergence. هنا عندنا بالميزال والدستال لازم يكون اكو divergence يعني مفتوحة جهة الأكلوزال slightly، يا أما parallel يا أما diverge slightly. أوكي، طبعا بالنقطة الأخيرة هي cavity finish bulbo occlusal line angle is well defined no point angles are present بالbulbo occlusal lines the internal lines لازم well defined ماكو point angle بيها and follow general configuration of the cavo surface outline. كل هاي راح تزيد لنا retention مال amalgam and preparation is more على مود يصير عندنا easy visualize، راح يوفر لنا convenience form. cavo surface margin راح يكون 90 الى 100 degree. cavo surface margin وين المارجن؟ المارجن عندنا هي بالبوكال وباللينجوال وول باللينجوال سايد، راح يكون 90 الى 100 degree. sharp well defined easier to visualize and curve sound well and well supported provide marginal integrity clean lines cavity is free of debris and moisture. لازم الكافيتي مالتك نظيفة ما بيها اي بقايا من الدنتين او الكاريز او الموستشر قبل لا تخلي الفلنج ماتيريال. مثل ما تشوفون عندنا هنا بالميزل والدستال سايد، اوكي، لازم يكون عندنا ثيكنس، انا قلت 2 مليم
هنا بالكتاب يقول 1.6، بس اذا كانت 2 يكون اقوى على مود لا تصير انسبورتد. الميزيال والديستال سايد الثكنس مالتها، المارجن مالتها لازم يكون الثكنس من 1.6 الى 2 مليم. اذا اقل عن 1.6 راح تكون مور لايبل تو فراكتشر. اوكي، لازم سلايتلي بارالل اور سلايتلي دايفرج بالميزل والدستال. اذا كانت كونفرج راح تكون انسبورتد وراح تصير بها فراكتشر. بوكل اند بيت كافيتيز، بوكل بيتس كافيتيز راح اخليها على المحاضره الجايه اشرحها ويا كلاس 2 كافيتي بريبريشن.